النهارده كولر عمل لقطه مهمه جدا، نزل صورته على حسابه على الانستجرام وهو قدامه اللابتوب والورقه والقلم، وكتب وقال ايه: كن ممتنا دائما لانك تتمتع بصحه جيده وتستطيع العمل، وانا اعمل يوميا لتقويه فريقنا. الان اشاهد اللاعبين المرشحين للانضمام للاهلي الذين حصلت عليهم من قسم الكشافه لدينا، اتمنى يوما رائعا للجميع. يعني كولر لسه بيتفرج على اللعيبه المرشحه اللي اتقدمت له من السكاوتينج واداره تحليل البيانات والسكاوتينج الخاص باللعيبه، عشان يبدا يشوف مين اللعيب المناسب واولوياته، مين اللعيب اللي ممكن نبدا التفاوض معاه يبقى رقم واحد ويليه رقم اثنين ورقم ثلاثه في اولويات. ما انت لو رحت تفاوض لعيبه اكيد لازم تحط اولويات. كولر لسه بيتفرج. يعني كولر اهو الصوره دي النهارده وهو في الاوتيل قبل ما يروح التدريب، وخلاص الموسم خلص، مباراه القمه خلصت، وابتدى بقى يحضر للموسم اللي جاي وابتدى يبص. فالنهارده السكاوتنج مقدم كشف باسماء لعيبه مرشحه طبقا للمراكز اللي عايزها كولر. كولر هيتفرج، بعد ما يتفرج هيقول لك اولويات اللاعب ده واللاعب ده واللاعب ده، ثم بعد ذلك يبدا التفاوض على ضم هؤلاء اللاعبين. ولكن الاعلام عندنا قلب الايه، عملها بالعكس، راح تفاوض قبل، ده الاعلام بيقول ان الاهلي بيتفاوض قبل كولر ما يستكشف ويشوف اللعيبه اللي متقدمه له عشان يبدا يختار من ما بينهم مين الافضل. اعتقد حساب كولر على الانستجرام النهارده كان اكبر رد واكبر نفي على موضوعات كتيره جدا بتتكلم على ان الاهلي حسم صفقات في الفتره الاخيره. الاهلي ممكن يكون بيشتغل وممكن في حاجات بتخلص وفي حاجات لسه كولر بيتفرج عليها، ولكن امتى الاهلي يعلن؟ لسه. وقلت قبل كده الموسم طالما شغال لسه الاهلي مستني التوقيت المناسب اللي يعلن فيه الموقف الرسمي للصفقات والتعاقدات الموسم القادم. ولكن انا اعتقد الصوره اللي نزلها كولر النهارده المفروض تهدي الدنيا شويه، عشان الكلام الكتير على الصفقات كتير قوي والاجتهادات كتيره جدا. طيب كولر كمان النهارده اتكلم لراديو او اذاعه في سويسرا SRF، واتكلم على مشواره مع النادي الاهلي. كولر اتكلم النهارده وقال ايه بقى؟ قال كلام مهم جدا، واتكلم على موسم ناجح ليه مع النادي الاهلي، خاصه ان ده موسم جاي بعد موسم يمكن رينيه فايلر كان مع الاهلي منذ حوالي سنتين، وتحديدا موسم 19-20، وفايلر كمان طلع اتكلم على الحياه والموسم اللي اشتغلوا فيه مع النادي الاهلي، لكن كولر كان ليه وجهات نظر مختلفه عن فايلر. وكولر اتكلم على المرحله اللي اشتغلها، وبنعتبرها دي المرحلة الأولى، أول 10 شهور ليه مع الأهلي دي المرحلة الأولى، ولسه ليه موسم تاني وسنة أخرى. أول حاجة أتكلم عليها كولر هي الضغوط. كولر نفى أن يكون قد تخلص من الضغوط بعد الفوز بالدوري. هو عارف حتى لو كسبت 5 بطولات وعندك كأس مصر الناس هتطالبك بالفوز بالكأس. قال أنا مش هسمي الضغوط إن هي ضغوط، لكن أنا وفريق عملي عشان ننجح دايما كان لازم نشتغل على الموسم ده عشان نحقق كل شيء. والموسم كان رائع، فزنا بكل شيء تقريبا، شعرنا ايضا بضغط عشرات الملايين من جماهير الاهلي في البلاد. طول ما انت ماشي في الشارع الناس بتكلمك البطوله، المكسب، الانتصار، الدوري، دوري الابطال، عايزين نحقق كل شيء. هم بيطالبوا بالانتصارات وبيطالبوا بالبطولات. التعادل في القاهره غير مرضي، لكننا تكيفنا مع هذا الوضع. قال الاهلي حسم لقب الدوري بعد خساره بيراميدز امام سيراميكا، ليحصل البطل على بطولته المفضله دون الحاجه الى لعب مباريات تانيه عشان يحقق فيها بطوله الدوري. طيب سالوه عن شعوره بعد حسم الدوري بدون اللعب، يعني انت ممكن تكسب وانت في الملعب بعد ال 90 دقيقه وتكسب البطوله وتحتفل، ولكن وانت لسه في المعسكر قبل المباراه امام الزمالك كان سيراميكا وبيراميدز بيلعبوا وسيراميكا كسب، فانت بالتالي رسميا بقيت بطل الدوري. سالوه هل ده ممكن يقلل شعورك بعد حسم الدوري وانت لسه ما لعبتش عشان تكسب بطوله وانت في الملعب؟ قال لا، بالعكس، ان كان ذلك يقلل من متعته، لا، لدي خبره. على كل حال اصبحت ايضا بطلا وانا على الاريكه، يعني وانا قاعد كده على الكنبه في الصالون او في الانتريه او حتى في الاوتيل كسبان، وده حصل قبل كده وانا مع فريق اف سي سانت جالان في عام 2000. هذه الذكرى افتكرتها وانا موجود دلوقتي مع النادي الاهلي وعندي امكانيه التكيف مع هذا الامر. سالوه على عدم الخساره محليا، قال على فكره الدوري المصري ليس سهلا كما قد يظن البعض. الدفاع هنا في الدوري المصري اولويه لجميع الفرق، وعندما يلعبون ضدنا يحاول الخصوم في المقام الاول الحفاظ على الصفر، يعني عدم دخول مرماهم اي اهداف.
هذا لا يجعل المهمة سهلة. علينا أيضا أن نحترس من الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. تمكننا من القيام بذلك حتى الآن، ونأمل أن نتمكن من البقاء على هذا الأمر في آخر 4 مباريات من الموسم دون خسارة. سألوه عن اللغة، قال عادة أنا طبعا ما بتكلمش إنجليزي لأن اللغة العربية كمان ليست جيدة، وضحك كده واتكلم على موضوع اللغة العربية، أنا أعرف بعض الكلمات، لكن عندما يريد أحد المعجبين صورة في الشارع عادة يكون الأمر قصيرا ولا يتحدث كثيرا، وبتبقى بالتأكيد الإشارات واضحة، عايز يتصور معاك فبتبقى القصة بالنسبة له واضحة. وقال كمان أنا ما بقضيش كتير من الوقت في الخارج، دايما ببقى قاعد في الأوتيل بشتغل، عندي برنامج مكثف، وبالتالي أشعر بالهدوء ويمكنني الانفصال عن كل شيء، ولدي مترجم يقوم معي بكل هذه الأدوار داخل الفريق. سألوه على الحياة في القاهرة، لأن الجزئية دي فايلر كان اتكلم عليها، وطبعا كل واحد ليه طريقة معينة في الحياة بتاعته، في لايف ستايل حياته. كولر قال أنا سعيد جدا وأنا في القاهرة، الأمور جدا بتسير على ما يرام، هذا مناسب لي. رحلتي من الفندق لملعب التدريب ما بتستغرقش أكتر من 5 إلى 10 دقائق حسب حركة المرور. زرت الأهرامات، أنا كنت في القاهرة لأول مرة في ديسمبر 88 مع المنتخب السويسري، كنا بنلعب مباراة ودية. يعني زيارة الأهرامات وانت راكب العربية أو انت ماشي في الشارع بتبقى حاجة ممتعة جدا وانت في القاهرة. الجو جدا في القاهرة بيكون شديد الحرارة أثناء النهار، لكن متأقلم ومستمتع بالأجواء مع النادي الأهلي. سألوه على فايلر، هل كان في تواصل بينك وبين فايلر لما جيت توليت المسؤولية عشان تعرف الأجواء في القاهرة وفي الأهلي قبل ما تتولى المسؤولية؟ قال بقى بالعكس، لم أفعل ذلك. قال أنا عايز أعرف كل حاجة بنفسي، عايز أجمع الخبرات من خلالي، مش عايز أخد كل التفاصيل من خلال يعني وجهات نظر أخرى، كنت عايز أتعايش وأشوف الوضع بالنسبة لي بنسبة كبيرة. في كلام مهم جدا كمان اتكلم عليه كولر في باقي حواره مع إحدى الإذاعات في سويسرا.